يا مساء الحلويات، يا مساء الفل والجمال والصحة والسعادة على أحلى وأجمل وأطيب وألطف ناس في الدنيا. حبايبي الغاليين، يا رب تكونوا جميعا بخير وطيبين، وأهلا بيكم بالظبط زي ما أنتوا بتقولوا دلوقتي في يوم الحلو ليه الحلوين. النهاردة وصفاتنا حلوة جدا جدا جدا، موسمية. عايزة أقول لكم اتطلبت مني كتير، رغم إن أنا عملتها قبل كده، بس لقيت الطلب عليها زاد اليومين دول، وأنتوا عارفين اللي أنتوا عايزينه إحنا بننفذه. النهاردة وصفاتنا كلها حلويات، بس عايزة أقول لكم مقدرها موجودة في كل بيت، فاستنوا حلقة قوية جدا بعد الفاصل، استنونا. وحشتوني جدا، يا رب تكونوا بخير. ورجعنا لكم النهارده تاني بقى باقوى حلقه في الاسبوع، لانها فيها التحليه كلها. رغم ان احنا بنحلي بقكم طول الاسبوع، ولكن النهارده دايما بقول ان هو يوم الحلو للحلوين. طيب النهارده هنحلي بايه؟ هنحلي بحاجتين، واحده فطاري وواحده صيامي، عشان ابقى راضيت كده جميع الفئات وجميع الاذواق. طب معنى الصيام ان هو ما يتاكلش للناس الفطاري؟ لا طبعا، عادي جدا. معنى الفطاري الناس الصيامه ما تاكلوهوش؟ اه طبعا الناس الصيامه ما تاكلوهوش. ليه بقى؟ عشان النهارده انا هعمل كيك خطير. عايزه اقول لكم استغرب جدا الناس اللي تروح تدفع فيه مثلث من الكيك ده، تدفع فيه 70 جنيه، مثلث واحد. طب ليه؟ او سلايز. طب ليه؟ اصل اللي بيعملوه حلو قوي. مين اللي بيعملوه حلو قوي؟ ده احنا ممكن نعمله في البيت حلو قوي 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 ب70 جنيه اللي احنا هنروح ناكل بيها سلايز واحده، احنا هنعمل قالب بحاله. النهارده هنعمل ايه يا جماعه؟ هنعمل كيك الجزر الخطير اللي نكهته عايزه اقول لكم وريحته مختلفه عن اي كيك تاني. غير كمان هنعمل خليط الكريمي اللي بيتحط على الوش. بصوا من الاخر الوصفه دي انا متاكده لو جربتوها هتعتمدوها. هو انا بحس ان هي وصفه شتويه شويه، عشان كده في دخله الشتاء افتكرها واحب اعملها. تعالوا اقول لكم بقى النهارده المقادير بتاعتي البسيطه لكيكه الجزر عباره عن ايه وايه تريكاتها. يلا بينا. اول حاجه عندي هنا 3 بيضات كبار، لو ما عندكيش بيض كبير فاستخدمي 4 بيضات خلاص. وعندي ايه بقى؟ 200 جرام سكر. اوكي. عايزه هنا 125 ملي زيت، اتفقنا؟ وبعدين ربع كيلو دقيق، اللي هو يعني تقريبا كوبايه ونص دقيق. الربع كيلو دقيق يا جماعه اللي هي كوبايه ونص دقيق، الكيس الدقيق 6 كوبايات. احنا هناخد منه كوبايه ونص. وبعدين عندي هنا جزرتين مبشورين. معلقه صغيره بيكنج باودر وزيها بيكربونات الصوديوم اللي هي بيكنج صودا. وبعدين هعمل خليط الكريمي اللي هو عباره عن 250 جرام جبنه كريمي بالقشطه من عبور لاند، وعليها 100 جرام سكر ورشه القرفه وعين الجمل وادعيلي. ايه ده؟ فين المقادير؟ هي دي. ثانيه واحده، ما فيش لبن، ما انا عارفه ده، ما فيش ماء، ما انا عارفه. هي دي هتطلع معانا مخمليه يا جماعه وخطيره، ايه مخمليه كده هشه جدا جدا جدا. طب الله، فين السوائل؟ الجزر. السوائل عندي هنا باخدها من الجزر. مقاديري تاني، واكتبيها واحفظيها سكرين شوت، اكتبيها على موبايلك، خديها صوريها من الشاشه، بس دي تتنفذ النهارده، تتنفذ. ممكن تتعمل كب كيك على فكره خطيره. تاني هقول المقادير تاني بسرعه. انا محتاجه هنا 3 بيضات، اوكي احفظيهم معايا. وعايزه هنا 200 جرام سكر، اتفقنا؟ اتفقنا. وبعدين عايزه 125 ملي زيت، ربع كيلو دقيق، 100 جرام عين جمل، واتنين جزرتين مبشورين، وعليهم معلقه صغيره بيكنج باودر وزيها بيكنج صودا. وهي دي بس مقادير الكيك. نيجي بقى للخليط. عندي هنا الكريمي عباره عن ايه؟ ربع كيلو جبنه كريمي بالقشطه وعليها 100 جرام سكر وهزين بالعين الجمل والقرف. طيب اول حاجه طبعا في اي كيك وش كده انا ببدا بالبيض، ولما احط البيض يبقى لازم انزل عليه بالفانيليا على طول كده. طيب ادي عندي هنا البيض، ومش بس الفانيليا، انتوا عارفين ان انا بحب احط كمان ايه؟ بحب احط معلقه خل.
في اي حاجه بحط معلقه، في اي حاجه زي ايه يعني، زي معجنات او كيك، معلقه الخل دي معايا بصوا كده اساسيه ورئيسيه زي ما قلت لكم كانها محسن كيك. واخد هنا رشه ايه الفانيليا، وتعالوا بقى نضرب كل ده. واقول لكم على حاجه كمان بحطها، رشه القرفه، اتفرجوا على حلاوتها. حاجتين يخلصوكي من اي ريحه زفاره للبيض في الكيك، الفانيليا والخل وبشر البرتقال او بشر الليمون. مش حاجتين كده، اربعه، عارفين؟ حاجتين، تالت حاجه، تاني حاجات تخلصك من زفاره البيض في المعجنات او الكيك. اول حاجه عندي الفانيليا، تاني حاجه الخل، معلقه خل صغيره، تالت حاجه بشر الليمون او بشر البرتقال. الحاجات دي ساحره يا جماعه، مجرد وجودها في عندي هنا في اي كيك تخلي الريحه تحفه. عايزه اقول لكم حاجه كمان، القرفه، ومش هتحسوا بيها، بس القرفه يا جماعه بتدي ريحه خطيره، بس مش طعم قوي. هضرب بقى عندي هنا كل ده. عايزه اقول لكم عوامل نجاح الكيك ما بيختلفش من كيك لكيك. يعني ايه؟ يعني رقم واحد هنا عشان هتاخدي كيك هش مرتفع لازم كل المقادير تكون بدرجه حراره الغرفه، رقم واحد. اتنين، لازم اضرب البيض كويس جدا 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 لوحده، وبعدين احط السكر، اخلي قوامه كريمي فاتح. كتير قوي لما نعمل الكيك نلاقيها غامقه، ليه؟ احنا ما ضربناهاش كويس. كل ده انا بدخل لها هواء، وكمان بوصل للون الكريمي الفاتح. اتفقنا؟ اتفقنا اتفقنا اتفقنا. نفسي راح. هضرب وبعدين احط السكر. ونقول الو يا ست الكل، الناس الحلوه اللي بتيجي على ريحه الحاجات الحلوه. الو 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 الو. ايوه حبيبتي، مش سامعاكي خالص. انا سامعاكي، تسمعيني؟ انا سامعاكي. طب حاولي تكلميني تاني. الو. ايوه يا حبيبتي. ايوه حبيبي، ايوه انا كده سمعتك. عامله ايه يا حبيبتي؟ ايه في ايه؟ حساكي لسه بتتعرفي علينا. لا الصوت ما كانش موجود خالص. لا احنا غبنا عنك يومين، نسيتينا ولا ايه؟ لا ما كانش في صوت خالص يا حبيبتي. قلبي وحشتيني قوي. عامله ايه اخبارك؟ الحمد لله. حلوه؟ والله وحشاني، مش قادره اقول لك قد ايه. وانتي كمان يا حبيبتي وحشتيني قوي. والله وحشتيني قوي قوي قوي، مش قادره اقول لك. ربنا يخليكي. ربنا ما يغيبكيش عننا ابدا يا حبيبتي. حبيبتي ربنا يخليكي، بس انا راجعه بالتقل كله. طبعا. بتحبي كيكة الجزر؟ بصراحة؟ ها؟ طب لا معلش، جزر حادق. لا معلش بقى، طب جزر حادق أنا عاملة يوم السبت وصفة جزر حادق خرافية بجد، هتعجبك جدا. خلاص أنا عايزة أقول لك عملتها وعمالة ألقط فيها. أنا بصي عملته كمان مع الزيتون، مش قادرة أقول لك تحفة قد إيه. لا معلش بس كيكة الجزر دي في حتة تانية. أنا عارفة أقول لك مين اللي هينفذها. أيوة مدام سميرة. الله، بتاعت الحلويات استاذة ماهرة في الحلويات. لا هي تموت كمان في كيكة الجزر والمربة الجزر. هي لا هي استاذة حلويات كمان بجد. ربنا يخليكم. لكن انا اقول لك انا احب الحوادق اكتر من الحلويات. صاحبتي وحبيبتي. حبيبة قلبي والله. يعني اقول لك فسيخ ماشي، اقول لك حوادق ما يقولش لا، بس على فكرة كيكة شوكولاتة برضو ما تقولش لا كده يعني الى حد ما يعني. حبيبتي تعيشي وتعملي. تعيشي يا قلبي. بس لازم تجربيها. هجربها ومعانا النهارده بسبوسه برضو. النهارده؟
حبيبتي والله كله عندي. لكن عارفه اقول لك تكاتك دي ممتازه حبيبتي. خصوصا لل لسه مبتدئين. ايوه لان في ناس كتير قوي بتخاف تبقى عايزه تاكل حاجه حلوه عايزه تنفذ الوصفه، بس دايما فكره ان انا مش هعرف، او الحاجات البسيطه دي ممكن تكون بالنسبه لناس عمالقه زي حضرتك وزي ناس كتير قوي في المطبخ حاجات بسيطه قوي وخلاص عارفينها. لكن على فكره أيوة. الحاجات البسيطه دي بالنسبه لناس تانية كتير بالضبط. هي دي عوامل نجاح بالنسبه لهم الوصفه. عايزه اقول لك كمان ممكن للعرايس وممكن لناس يكونوا كبار بس ما يكونوش يعني ما عملوش حلويات او مش متمكنين منها. انت عارفه ان لحد دلوقتي بلاقي ناس بتقول لي الكيكه بتهبط معايا. ما هو ده ممكن يكون حبيبي من مثلا ما ضربتش المقادير كويس. ما هو ده بقى اللي احنا بنقوله، هي الموضوع مش لفت مقاديره بس بالظبط. يعني شويه حاجات بسيطه كده بنقولها ولسه هنقولها. عارفه كمان معلقه الخل تحفه طبعا، يعني سحرة. انا حطيتها كمان في كيكه الذره مش قادره اقول لك جميله قد لا إيه؟ هي محسن، هي محسن خبز ومحسن كيكه رائعه حلوه جدا. تعيشي وتعملي. تعيشي يا حبيبتي نورتيني. ربنا يبارك لك يا حبيبتي. ربنا يخليك يا قلبي. شكرا ليكي حبيبي. مع الف سلامه. سلامه يا حبيبتي. باي. ايوه هي الموضوع مش لفت مقادير، بس عايزه اقول لكم مقادير الحلويات ما ينفعش العب فيها. يعني رقم واحد كده انا لازم اخد الوصفه دي، خصوصا انا الحاجات اللي بتدخل الفرن المعجنات والمخبوزات ما ينفعش يا جماعه ابقى شايفه اي وصفه يعني وانا مش ضامنه او ما كنتش جربت الوصفات للحد ده واروح اخد منه وصفه اي حد اروح اخد منه وصفه وانفذها، خصوصا معجنات ومخبوزات. ليه؟ لازم تكون وصفه من مصدر مضمون وموثوق فيه ومجرب منه حاجات كتير. دي حاجه. تاني حاجه فشلع في المقادير ابدا. يعني في حاجات كتير اقول لكم ايه عادي مش موجوده ماشي كبروا دماغكم مش مشكله عندكم حطوا ما عندكوش ما تحطوش، لكن لا اجي لحد الحلويات والمخبوزات والمعجنات لا لا والف لا. اللي احنا نقوله لازم نمشي عليه. لكن ما فيش مثلا ايه عين جمل اوكي، لكن ما ينفعش اقول مثلا ايه معلقه صغيره بيكنج باودر اروح انا احط، او مثلا ايه 2 200 جرام سكر اروح انا ازود. انا كده لعبت في المقادير. الكيك عباره عن ايه؟ عن مواد جافه على مواد سايله، لازم نسبتهم تكون متناسقه ومتناسبه جدا. السكر طبعا لو لعبت فيه هيديني نتيجه مش لطيفه، الدقيق لو لعبت فيه هيديني نتيجه مش لطيفه، الزيت، اللبن، كل الحاجات دي، مقدار الجزر، كل الحاجات دي. عشان كده لازم نمشي ورا الوصفات دي. بصوا بحذافيرها، انا هضرب شويه وبعدين اخد تليفون. اقول لكم على حاجه تاني، بصوا ركزوا معايا. انا بعمل كده وانا بعمل في الايه بضرب كده في اتجاه واحد، اوعي تعكسي. ليه؟ اللي انت بتدخليه بايدك اليمين بتخرجيه بايدك الشمال، الهواء اللي انت بتدخليه بتخرجيه تاني. لا انا لو عايزه احرك فبحرك في اتجاه واحد كده. متفقين؟ متفقين. طيب وبعدين نحط الزيت برضو نضرب. ومن هنا بقى هبدأ في الحاجات الجافة. يعني هعمل ايه؟ هحط الدقيق. معانا مين؟ الو. واحط البيكنج صودا والبيكنج باودر، واحط رشه القرفه. وما تخافوش يا جماعه مش بتبان خالص، بالعكس بتديني اضافه رائعه. انا خلصت كل حاجه طبعا طبعا. رشه ملح شباب، انتوا كنتوا بتقولي لي معايا حد سنس يا خلود، ورشه الملح لازم. يا خلود ازيك يا خلود؟ ارجع لنا تاني يا خلود. طيب بصوا بقى خلاص انا مش عايزه المضرب بتاعي خلاص كده. انا هنا خلطت الاول
البيض، وبعدين حطيت البيض على السكر لحد ما القوام بقى قوام كريمي، وبعدين حطيت الزيت، بصوا اللون بقى فاتح عندي ازاي، وبعدين حطيت الدقيق وحطيت عليها رشة الملح، حطيت على رشة القرفة، معلقة البيكنج صودا الصغيرة، معلقة البيكنج باودر الصغيرة، وتعالوا بقى نقلب. بصوا بقلب ازاي كده برضو بنفس الاتجاه، واقول الو يا ام شنودة. يا حبيبتي عامله ايه؟ الحمد لله يا حياتي، انت عامله ايه، اخبارك؟ الحمد لله، كنا قاعدين كده مش عارفين نتفرج عليك. حياتي ربنا يخليكي ليا، انت وحشتيني جدا. ربنا ما يغيبك يا قمر. حبيبتي يا ربنا يخليكوا ليا، ولا يحرمنا منك ابدا يا رب. حبيبتي ولا تحرم منكوا ابدا، وانا جايبه لكم النهارده بقى حلويات ايه على كيف كيفك. ماشي يا حبيبي، تسلم ايدك يا حبيبي. تسلمي لي، وانت هتحفظي الوصفه دي لحد ايه بقى؟ بعد الفطار. ماشي ماشي. اما الوصفه الثانيه فهي بسبوسه صيامي هتعجبك قوي. ماشي يا حبيبتي، تسلم ايدك. انا عايزه منك مربه الجزر. ماشي، نعمل مربه الجزر ان شاء الله الاربع الجاي. ماشي يا حبيبي، انا مستنياك عشان انا عايزه اعملها. خلاص ماشي، اتفقنا. احلى مربه جزر لاحلى ام شنوده. يا حبيبتي ربنا ما يحرمني منك يا رب. حبيبتي ولا منكوا ابدا. ربنا يفرح قلبك ويسعد ايامك يا حبيبتي، ويسعدك في ولادك. حبيبتي ربنا يخليكي ليا، ما تحرمش منك ابدا. الله يخليك. شكرا حبيبتي. بصوا القوام عامل ازاي عندي. ايه ده ما فيش سوائل. بس بصوا عامل ازاي اهو. هعمل ايه بقى؟ هحط كمان الجزر واديها تقليبه. بس شايفين؟ نعم. بتقولي ايه؟ حاضر، هطلع فصل. بصوا بقى، بحط كمان الجزر اهو. خلاص. وعندي هنا عين جمل، لو ما عندكيش خلاص مش أزمة، بس هي بتبقى بالعين الجمل خطيرة. هعمل ايه؟ حبة كده جواها، بس الأكترية بره اهو. تمام، واقلبها بس كده. عندي بقى هنا القالب. ماشي سعيد، لو سمحت عايزه دقيق. لازم دهنت الزيت ودهنت الدقيق بعدها، لازم. طيب ليه؟ علشان انا كده بعفر عندي هنا ايه، القالب بتاعي. وخلي بالك القالب لو عندك بالشكل ده فاوعي تنسي وتغلفيه من الناحيه واحده، لا احنا بنعمل الناحيه دي زي الناحيه دي. ليه؟ لان الكيك هتبقى عليها كلها، علشان تبقى معاكي تنزل خطيره. هنعمل الخطوات دي، اللي هو من هنا بدهنها كويس جدا، وهنا كمان بدهنها كويس قوي. اتفقنا؟ اتفق. هعفرها بقى بالدقيق، ونرجع بعد الفاصل نشوف هندخلها الفرن على كام، وايه كمان عوامل نجاحها. استنونا. بصوا انا بحب اغلفه كده، زيت ودقيق مهم قوي قوي، او سمنه طبعا ودقيق. خلاص، وبعد ما يتغلف كده تماما زي ما بقول لكم اهتم بدي زيها زي دي بالظبط. اتفقنا؟ اتفقنا. تعالوا بقى يعني عايزه اقول لكم على حاجه، ما ينفعش ابدل البيكنج صودا بالبيكنج باودر او العكس خالص. دي بتشتغل في ظروف معينه ودي بتشتغل في ظروف معينه. لو شلت مقدار البيكنج باودر وحطيته كله بيكنج صودا، انا كده يا جماعه وديت الكيك بتاعي ورا الشمس خالص، ما ينفعش. هلاقي الحاجه عندي لزعه ومش حلوه. اتفقنا؟ اتفقنا. تعالوا بقى نحط ايه الكيك الخطير بتاعنا هنا كده، وهو هيتوزع هش جدا، باين اظن متنفس ومن غير لبن زي ما انتوا شايفين، ولا ميه ولا اي حاجه. وعلى فكره عاملينها بالزيت مش بالسمنه، عايزين تعملوها بالسمنه برضو انتوا حرين. اهي طبعا مهم يكون نوع الزيت حلو طعمه حلو، ده بقى بيأثر لي على كمان طعم الكيك عندي.
اهي بس خلاص، واعمل كده علشان تدخل ما تبقاش عالية وواطية. طيب فرني على درجة حرارة 180 سخن قبلها بعشر دقايق، درجة حرارة 180 سخن قبلها بعشر دقايق على الرف اللي في النص، ما افتحش غير قبلها مثلا يعني دي كوباية ونص، نص ساعة خلاص 180. طيب احتاجت بعد نص ساعة برضو بسيبها واديها وقتها. طيب هاجي اطلعها على طول؟ لا طبعا، زي ما متعودين احنا بندرج لها درجة حرارة الجو اللي احنا فيه، يعني هي في الفرن فافتح خلاص استوت فافتح لها الفرن شوية، حاجة بسيطة، وبعدين اروح فاتحها خالص مطلعاها حطها على البوتاجاز. تمام، ما ينفعش احطها على رخامة، تروح سحبة خالص ايه درجة الحرارة بتاعتها السخونية. اتفقنا؟ ما فاجئهاش. يلا ندخلها على الرف اللي في النص وزي ما قلنا اهي، وعلى 180 وكل حاجة زي الفل. متفقين؟ من اخدت مني حاجة؟ طب اخدت مني مقادير، هي تلت عندي بيضات وكوباية ونص دقيق وكوباية الا حبة صغيرين سكر اللي هي 200 جرام و 125 ملي، يعني هقول لكم يعني هنا يعني ايه قبل نص الكوبايه، يعني قولوا زي تلت كوبايه كده 125 قبل الربع خلاص، لا قبل ايه قبل الربع، اتفقنا؟ بس كده هنلاقي ده الزيت، مقدار الزيت بس عشان لو حد عايز المقادير مش بالجرامات قوي، وربع كيلو دي يعني كوبايه ونص دي. طيب هعمل ايه دلوقتي؟ هجهز الشربات بتاع البسبوسه. يلا بينا نجهز الشربات الاول، علشان البسبوسه لازم تخرج تكون هي سخنه بس الشربات بتاعنا دافي، لا ساقع ولا سخن، برضو دي عامل نجاح البسبوسه. وبسبوستي النهارده مختلفه لانها صيامي. طيب علشان اعمل شربات ما يسكرش معايا، عشان اعمل شربات ما يسكرش معايا بعمل ايه؟ بعمل هنا على طول السكر وعليه الميه، السكر وعليه الميه، وما بيجيش جنبه خالص اهو، كوبايه ونص سكر عليها، ممكن كوبايتين، ممكن ايه كوبايتين وربع ميه زي ما انتوا عايزين، واسيبها كده وما اقلبهاش ولا اجي جنبها. طيب تعالوا نقول المقادير وناخد تليفوناتنا، يلا بينا عشان اعمل بسبوسه صيامي طعمها بشكل كبير ما يختلفش عن الفطاري. هعملها ازاي؟ محتاجه سميد البسبوسه اللي هو دقيق السيمولينا خام، في اكياس لا انا عايزاه خام. طيب وبعدين عندي هنا ثلاث معالق كبيره عسل ابيض، ثلاث معالق كبيره عسل ابيض، او لو عندك شربات تقيل 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 يعني يكاد يكون يعني كلوكوز ماشي، عندك كلوكوز ماشي خلاص، يبقى عندي هنا 2 كوب دقيق سميد اللي هو السيمولينا، عليه 3 معالق كبيره عسل ابيض، نص كوبايه سمن نباتي او زيت زي ما انت عايزه، نص كوبايه سمن نباتي او زيت خلاص. عندي هنا كمان معلقتين كبار جوز هند، ربع معلقه صغيره بيكنج صودا، كيس فانيلا. طيب نص كوبايه لبن جوز هند، ده غالي قوي، عيب عليك احنا نعمله. مقادير الشربات: كوبايه ونص سكر، كوبايتين ميه، كوبايتين وربع لو بتحبها سكرها اخف، كوبايتين ونص ميه ماشي برضو، على كوبايتين على كوبايه ونص سكر، اتفقنا؟ بس كده ورشه فانيليا، ما بحطش ليمون لان انا مش عايزه الشربات عندي يعقد، انا عايزه الشربات عندي عادي يكون قوامه وسط، ما يكونش تقيل ما يكونش خفيف ويكون دافي، اتفقنا؟ عشان بقى ننجح البسبوسه بتاعتنا. طيب حاضر، الاول انا هعمل ازاي لبن جوز هند يا حاجه سميره؟ يا حضرتك يا بسكوتايه، انت عامله ايه يا حبيبتي؟ عشان اخليكي يا رب، انت عامله ايه؟ ازاي حضرتك؟ انا الحمد لله بخير يا حبيبتي، انت اخبارك؟
الحمد لله، كل ما قاعدة على السرير واجيب القناة ما الاقيش، احزن شوية واقول الحمد لله عليكي بالسلامة. حبيبتي ربنا يخليكي ليا، ما تحرمش منك ابدا يا حبيبتي، انتوا وحشتوني. منورة الشاشة ومنورة بحلاوة بحاجتك الحلوة الجميلة دي. حبيبتي ربنا يخليكي، عاملة كيك جزر ها وعاملة أيوة. بسبوسة، تختاري مين فيهم؟ هو كل حلو من ايدك والله، وكيكة بتاعت الجزر جميلة برضه، هتعجبك قوي، لازم تجربيها ان شاء الله بأمر الله ان شاء الله. اه الله يا حبيبتي، انا مبسوطة اني سمعت صوتك. ربنا يخليك يا رب، الواحد تعبان شوية البرد والكلام ده بقى، معلش. سلامتك يا حبيبتي، ألف سلامة، صوتك زي الفل الحمد لله. ربنا ألف يخليك. بصي عليكي وعلى السوايل، ربنا يخليكي، وإن شاء الله أنا بعمل ينسون نعناع كركديه سوايل 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 أعشاب. أيوه أيوه الحمد لله، أحسن الحمد من لله. مليون دواء. ايوه صح الحمد لله، ربنا يخليك حبيبتي يا رب. الف سلامه عليك، ربنا يديك الصحه يا رب، امين يا رب. انا وانت يا حبيبتي شكرا. شكرا مع الف سلامه يا حبيبتي، مع الف سلامه والف سلامه عليك. طيب هنعمل ازاي اللبن جوز الهند؟ بصوا يا جماعه ده اساسي عندنا، عايزه تعملي شويه نسكافيه ها لبن جوز هند، عايزه تعملي شويه رز بلبن لبن جوز هند، هنعمله اهو، مش هنشتريه خالص من بره. طيب حطيت اي نعم اه صايمين، ورانا بتشرب كل يوم النسكافيه باللبن من غيري، بس اهو اهو. هنحط بقى ميه سخنه ماشي، انا مش بصلك في النسكافيه انت عارفه. انا خليت مصر كلها تبص معايا في النسكافيه بتاعك. واروح ايه يا جماعه ضربه بتاع الكبير. ايه روحي قولي تك ماشي بس كده. اه بس كده، وبعدين شاشة او مصفى تكون كده ضيقة، وروح مصفية. احلى لبن جوز هند ده ولا ايه؟ اهو عايزه اقول لكم كمان، لو نقعتوا الجوز الهند في الميه حبه هتكون النتيجه احلى اهو، زي اهو بصوا حتى لونه في الخلاط، واضرب وعيني بقى عندك في التلاجة كل 3 ايام تعملي غيره. عايزه تعملي شاي بلبن اهو ماشي، بس كده بصوا لونه عامل ازاي، اي خدمه، عشان بس مش رنا لوحدها اللي هتشرب ايه النسكافيه كل يوم. خلاص يا سعيد عرفت انا هشرب النسكافيه بايه؟ بلبن جوز الهند. طيب هعمل ايه بقى دلوقتي؟ انا عندي هنا ايه، ما عايزه المقدار بتاعي قد ايه؟ حاضر، المقدار بتاعي نص كوبايه لبن جوز هند اهو، خلاص اهو عملته. وهعمل ايه؟ هركن ده كده على جنب زي ما بقولك في التلاجة عندنا 3 ايام مش اكتر من كده، عشان هو مفيهوش اي مواد حافظة مفيهوش اي حاجة، خلوا بالكم. طيب نجيب بقى البولة بتاعتنا ونقول يا عم حسين يا الو. طيب عم حسين مش سامعني، يبدو يبدو ان احنا مش سامعين عم حسين، او عم حسين مش سامعنا. طيب بصوا نلبس جوانتياتنا ونجيب البوله بتاعتنا الحلوه دي، واول حاجه نبس البسبوسه. هيا استاذ هشام نبس البسبوسه. طيب يعني ايه نبس البسبوسه؟ يعني نحط دقيق السميد هنا او دقيق سيمولينا وعليه السمنة رقم واحد كده، وبعدين اروح عاملة كده ماشي. يا ست ام طارق انت عاملة ايه؟ انا زي الفل، انت عاملة ايه اخبارك؟ الحمد لله يا حبيبتي وحشتيني. وانت كمان يا حبيبتي، ايه اخبارك؟ حلوة؟ حلوة زي الفل، طالما
بسمع صوتك وبشوفك يا حبيبتي. يا انت ربنا يخليكي، ربنا تختاري ايه من حلوياتنا النهارده؟ احكي لي. بسبوسه ابعتيها لي على طول. بس كده عيوني. حبيبه قلبي ربنا يسعدك يا رب. حبيبتي تسلمي لي وربنا يخليكي ليا. حياتك يا حبيبتي. انت عامله الحمد لله يا حبيبتي، الحمد لله. عايزاكي بقى تجربي الكيكه الجزر والبسبوسه، هتعجبك جدا. لا بسبوسه بقى. زي ما انا ماليش في الجزر. لا 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 هتعجبك صدقيني، اديها فرصه. حبيبه قلبي ربنا يسعدك يا رب. حبيبتي ربنا يخليكي، نورتيني. الله يسترك يا حبيبتي. ماشي يا حبيبتي، مع الف سلامه. يسلمك. سلام. باي. بصوا بقى انا هنا قلبت وبسيت الاول، هعمل ايه؟ هروح جايبه مش العسل بتاعي اهو، ونازله بيه هنا خلاص، وبرده بقلب. خلوا بالكم يا جماعه انا مش بعجن، انا بقلب بالتخبيط اهو. البسبوسه ما تتعجنش ابدا، البسبوسه بتتلف. الاول انا قلبت ايه؟ البسبوسه مع السمنه، وفرولتها بايدي كده لحد ما اتاكدت حاضر ان عندي هنا البسبوسه اتلفت بكل ذراتها كلها، بقت متغلفه. بس على فكره سمنه او زيت زي ما انتم عايزين بس كده. وبعدين تعالوا نشوف بعدين بعد الفاصل، استنونا. قبل ما ادخل على البسبوسه تاني، عندي هنا خلاص الشربات غلي، ما جيتش جنبه، ما بقلبهوش عشان ما يسكرش منك، وحطيت الفانيليا اتفقنا، وهرفعه خلاص من على النار. ماشي ماشي. عندي هنا البسبوسه، هحط عليها كمان الجوز الهند اختياري طبعا، معلقتين جوز هند اهو، اتفقنا، برضو بالتخبيط اهو. وعندي هنا رشة البيكنج صودا ورشة الفانيليا، وادي بقى عندي هنا نص كوب ايه؟ اللبن جوز الهند، احط كده واقلب اهو واقلب. خلوا بالكو ده بقى بديل الزبادي، تعرفين انا ايه الفطاري بعملها بيه الزبادي. بس كده اهي بقى قوامها خطير. بس كده انا مش عايزه، يعني انا اخدت ايه؟ اخدت كمان يعني نص كوبايه، شلت منها 50 كمان ملي. تمام تمام. نيجي بقى للقالب بتاعنا يا عم حسين. الو، ازيك يا عم حسين؟ يا مساء الفل يا شيف. يا مساء الفل، عامل ايه اخبارك؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ الحمد لله بخير. يوم الحلو للحلوين. ايوه بقى يا عم حسين، تختار ايه؟ بسبوسه ولا كيكه جزر؟ لا بسبوسه. بسبوسه بس كده عيوننا. عيوننا. الله يخليك، تسلم ايدك والله يا شيخ. ربنا يخليك، تسلم لي. يديك الصحه ودايما منورانا والله. ربنا يخليك يا عم حسين، منورنا دايما. الله يخليك يا ست الكل. شكرا شكرا على اتصالك. بس كده، واظن كده ايه رايكم؟ قوامها رهيب. ادي البسبوسه السيوم، بيكنج صودا هو بقى اللي هيديني، ما بحطش بيكنج باودر عشان دي مش كيك، دي مش كيك خطيره. يبقى انا عندي هنا النص كوبايه، شلت منها 50 كمان، يبقى انتوا هتحطوا لحد ما توصلوا القوام ده. بس كده ممكن اروح رشه على وشها كمان زيت علشان وشها يبقى احمر وخطير. هتدخل الفرن على درجه حراره 180 تقريبا نص ساعه، وهتطلع وتبقى معانا زي الفل. والشربات احنا طفينا عليه قبل ما ندخلها الفرن. ماشي. الشربات احنا طفينا عليه قبل ما ندخلها الفرن، خلوا بالكم. طيب يا مدام سميره حبيبتي، يا صباح استاذه الفرن. الحلويات كلها يا جماعه. لا يا حبيبتي مش قوي كده. لا مش قوي، استاذه حلويات يا جماعه. مش عايزه اقول لكم شطره شطاره، مش قوي كده. يا متواضعة. بنتعلم منك يا حبيبتي. ده انا اللي بتعلم منكم. عامله ايه اخبارك؟
الحمد لله يا حبيبي، تسلم ايدك على الحاجات الحلوه دي. طبعا انت هتختاري البسبوسه، انا عارفه الاثنين. ايوه بقى. اقول لك الواحده بعد الصيام والبسبوسه في الصيام. حبيبتي تعيشي وتعملي في كل الاوقات يا حبيبتي. ايوه حبيبتي تعيشي وتعملي. انا عايزه اقول لك ان انا عملت مربى الجزر امبارح كانت تجنن. الله بقى بس الله. فيها تكات بقى عايزه اقولها لك. اه طبعا احب جدا. لو حطيتي لو حطيتي قشري واستفندي حته فانيليا واخده بالك انا معاكي. وعصير برتقال في الجزر. بجد عصير طب ممكن تبعتي لي الطريقه؟ عناية هنعملها يوم الاربعاء الجاي على طريقتك. طيب خلاص مربى الجزر. ايوه عصير برتقال وقشر استفندي وقرفه ولا طنط سميره بتقول قشر استفندي. رنا بتقولي على فكره بنحط لها عصير برتقال وقرنفل وقرفه. لا طنط سميره بتحط لها قشر استفندي. هنجربها. انا عاملاها لسه امبارح على طول كده. حبيبتي تعيشي وتعملي. تعيشي يا حبيبتي. تعيشي وتعملي يا حبيبتي ربنا يديك الصحه. تسلم ايدك على البسبوسه جميله وكيكه الجاز هتعجبك قوي. اكيد طبعا مش من ايدك يا حبيبتي. خليكي ليا. خليكي ليا يا حبيبتي. ميرسي يا نورتيني. ميرسي يا حبيبتي. كل سنه وانتي طيبه. كل سنه وكلنا طيبين ما تحرمش منك ابدا. باي. طيب تعالوا بقى نعمل الخليط بتاع ايه. الكيكه الجزر عباره عن ايه؟ جبنه كريمي ربع كيلو عليها ايه كوبايه سكر ونضرب. نعم انا قلت على فكره قلت بعمل الصوص الكريمي اللي هو التغطيه بتاعه كيكه الجزر اللي احنا قلنا مقاديرها في الاول اللي هي عباره عن ايه. عباره عن 250 جرام جبنه كريمي بالقشطه على كوبايه سكر وبضرب فيها لحد ما عندي هنا السكر يدوب ويبوش خالص. ماشي ممكن احط رشه فانيلا لو انا عايزه يعني كده. اشيل عندي كل الحاجات دي ونقدم بقى حلوياتنا. بجيب بقى عندي هنا الايه يلا كيكه الجزر وببدا بقى ايه اغلفها بالخليط الكريمي اللي انا عملته. ده بقى اللي فيه الطعم كله اهو. بتنزل بقى عليها كده من جوه ومن بره اهي. بصوا بقى بتغلف بقى كله كله كله. وهي بحط بقى ايه عندي هنا ممكن احط بشر برتقان عليها ممكن احط طبعا رشه القرفه والعود القرفه وعين الجمل. الحاجات دي أساسية بس طبعا ممكن أحط كمان جزر. بصوا عاملة ازاي خطيرة. وعندي هنا بقى عين الجمل. عايزة أقول لكم الكريمة طلع عندي سنة تحسوا كده إن هي غامقة وده نتيجة السكر. سكر غامق شوية أهي. حاولوا تنقوا السكر علشان تطلع معاكم لونها كريمي أكتر. حاولوا تنقوا السكر إيه يكون فاتح بس كده. ايه رايكم تحفه. تعالوا نحطها هنا وتعالوا نجيب البسبوسه. لا سعيد شالها. تعالوا بقى نجيب كمان البسبوسه بتاعتنا. القرفه رشه القرفه فين؟ لو مش موجوده خلاص خلاص. بصوا بقى تعالوا كمان نقطع البسبوسه بتاعتنا اوريها لكم اهي خطيره
هشة جدا جدا. طبعا بسقيها بالشربات، مهم جدا. تعالوا برضو نقطع من الكيك تشوفوا شكلها عامل ازاي. مهم جدا ان انا اسقيها بالشربات وبعدين اروح مغطية عليها شوية. بصوا بقى، بصوا جمالها، بصوا لونها، بصوا عاملة ازاي، تحفة تحفة، هتعجبكم جدا. عندي هنا بقى اجيب اللي هطلع بيها البسبوسة، هي ده بس صغيرة اهي. وده كان ايه يوم النهاردة، بس كده مش عايزة اقول لكم، مش مستحملة اهي، مش مستحملة، تحفة هتعجبكم جدا، ومرملة وخطيرة. دي كانت حلقة النهاردة، عملنا فيها البسبوسة الصيامي، وعملنا فيها كيكة الجزر زي ما انتم شايفين كده حكاية، والصوص الكريمي اللي عليها ده طبعا ده مش اختياري، هو ده لازم يتعمل علشان هو ده اللي بيكمل طعمها. وزي ما قلت لكم ان احنا ممكن نرش عليها رشة جزر كمان مبشور، لكن انا اكتفيت بعين الجمل، ممكن رشة قرفة لو انتم حابين. وبس دي كانت حلقة النهاردة، مفيش ابسط من كده، وصفتين الاتنين حلوين جدا. عايزة اقول لكم مقاديرهم موجودة في كل بيت ومش مكلفين خالص، بس النتيجة زي ما انتم شايفين حلوة قوي. حبايبي اشوفكم بكرة على خير ان شاء الله في حلقة جديدة من الساعة 1 ل 2، والقعدة الساعة 4 صباحا. بتوحشوني جدا، باي باي.